Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. So keep looking, don't settle. السلام عليكم اليوتيوب، جلست بكم فينا كما العادة أعمل دعاء فيديو جديد تشالنج جديد. تحية كبيرة للناس اللي تسيبورتي فيا. أوني أونسون La proposition de ton coding challenge is that an IP address. بالمناسبة IP address هي الأكرونيم دو انترنت بروتوكول ادريس. سنتكس تاع IPv4 تكون على شكل A.B.C.D. تلك ABCD عدد محسوبين 0 و 255. المطلوب هو الالغوريثم نعطوه سترينغ في الانبوت. اذا كان هذا السترينغ عنده سنتكس تاع IPv4 يافيجي لنا فاليد، سينو يافيجي لنا انفاليد. دوماج ان زمان بعد ما حطيت الكودينغ تشالنج وصلتني انسر سوليسيون بجافا سكريبت تاع خويا نبيل. نبيل خويا الفكره تاع الالغوريثم راك فاهمها على بالي، مي ما كملش الكود تاعك، الكود تاعك ناقص مالوريزمون. تحيه لك خويا نبيل، شكرا على المشاركه. بنتو نعطيكم لا سوليسيون تاعي بالبي اتش بي. عندي دو سوليسيون، سوليسيون الاولى نوريكم ايطاب بار ايطاب كيفاش نحلوا هذا البروبليم، سوليسيون زوجه نستعمل فونكسيون بري ديفيني في البي اتش بي. We'll be right back.
اخوتي راكم شفتوا لا سوليسيون تاعي. اذا ما فهمتش حاجه ولا عندك رمارك خلي لي كومونتير. ليكيب كيما العاده نيكست تشالنج سيبو في لافيديو. نبقى غير نقول لكم سلام.